تظاهر عدد كبير من الأكراد وغيرهم من الجاليات المتواجدة في ألمانيا أمام مقر انعقاد قمة ليبيا في برلين رفضا لمشاركة أردوغان، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالتدخل التركي في ليبيا والعدوان على سوريا، مؤكدين دعم أردوغان للجماعات الإرهابية بالمنطقة. أولا نعلن هنا من مكاننا هذا رفضنا التام والقاطع للتدخل التركي، للتدخلات الأجنبية أولا بشكل عام، وثانيا التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، والذي آخره كان إرسال المرتزقة لمحاربة الليبيين وقتل الليبيين. احنا نقلناه عن طريق الخطاب، كتبنا الخطاب باللغتين الإنجليزية والعربية وحاولنا نقله إلى الفضائيات والجرائد في أوروبا. نؤمل أن الخطاب يوصل إلى أصحاب القرار وللمسؤولين بالأمم المتحدة لاتخاذ عقوبات ضد الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى مثل تركيا وإيران مؤخرا. جيت هون من باب عدم تدخل تركيا في الدول العربية، وكما أني سوري عدم تدخل التدخل التركي بسوريا خاصة، وتدخل بالدول العربية عامة وخاصة حاليا في ليبيا. لذلك نحن كمنظمة شبابية لا تنتمي لأي جهة معينة، حاولنا أنه نوصل صوتنا للاتحاد الأوروبي بما أنه نحن في ألمانيا. الرسالة اللي احنا النهاردة حبينا نوصلها للجميع أن مع اختلاف جنسياتنا، مع اختلاف عروقنا وأصولنا وتوجهاتنا، كلنا اجتمعنا على حاجة واحدة بس، أن كلنا رافضين أي تدخل أجنبي في الدول العربية، سواء كان من تركيا سواء كان من إيران، لأن كل التدخلات دي غرضها واحد بس، هي سرقة وتدمير مستحقات الشعوب دي وتدمير أحلام وطموحات شباب الشعوب دي، وده اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت في سوريا، وشفناه في العراق، وشفناه في اليمن.